الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من الأخبار الليلة التي نتابع فيها أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من أجواء الجولة السياسية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الهدنة في غزة، وإلى تطورات الأزمة السودانية وتصريحات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ثم إلى الأجواء المشحونة في العراق والتوتر السياسي مع واشنطن، وأخيرا نراقب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتحذير من تبعاتها. كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. بلينكن يغادر إسرائيل خالي الوفاض، لقاءات مع معارضين نتنياهو تحمل رسائل مبطنة، ومسار موازي في مصر لإنقاذ مقترح الهدنة، وقبيل لقاء مرتقب مع حميتي. البرهان يوجه رسائل من المواقع الأمامية للجيش في أم درمان، سنستأصل التمرد. جلسة طارئة للبرلمان العراقي لطلب مغادرة القوات الأجنبية. الجيش يتهم التحالف بزعزعة الاستقرار، والحكومة تهدد بالرد. وواشنطن تعلن تنفيذ المزيد من الضربات ضد الحوثيين، ووكالات الإغاثة تحذر من انهيار منظومتها بسبب هجمات البحر الأحمر. السلام عليكم. إلى أين سنذهب؟ هذا بات السؤال الأبرز الذي يحمل مخاوف أمنية وإنسانية وسياسية أيضا في مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر، والتي تحولت إلى ملاذ أخير لأكثر من نصف سكان غزة. وبعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أصدر التعليمات للجيش للتحضير لبدء عملية عسكرية فيها تسارعت وتيرة القصف الإسرائيلي لمناطق في مدينة رفح، ونتج عن ذلك مقتل 13 شخصا على الأقل، وسط تحذيرات من وكالات الإغاثة من وقوع كارثة إنسانية إذا نفذت إسرائيل تهديدها باقتحام إحدى آخر المناطق المتبقية التي لم تدخلها قواتها خلال هجومها البري على القطاع. ومن جهتها طالبت منظمة الصحة العالمية بوقف فوري لإطلاق النار، محذرة من أن النازحين في رفح لا يملكون أي مكان آخر للذهاب إليه. أضافت المنظمات الأممية أن نصف سكان غزة نازحون في رفح، والمستشفيات الستة في المدينة مكتظة للغاية. تم اعتقال ما يقارب من 4 أو 5 أطباء من داخل من مجمعنا في الطريق انتقالهم من الشمال إلى الجنوب. على حسب اعتقادي أنه كانوا هم يستهدفوا مجمع الشفاء الطبي أو المستشفيات بصفة عامة. هم كانوا يدعوا أنه هناك يعني جهات غير قانونية موجودة في هذه المستشفيات، ولكن أنا على حسب اعتقادي أنه الهدف الرئيسي هو كان تدمير القطاع الصحي. وقد وصل عدد الطواقم الصحية الذين استشهدوا في هذه الحرب إلى 400 شهيد لحتى الآن. خلال الشهر هذا تعرضت المستشفى أكثر من مرة لقصف من الاحتلال الإسرائيلي، تعرض مبنى الصليب المقابل لنا لقصف مباشر،
تم فيه استشهاد عدد من الأفراد، كذلك تم قصف العيادات الخارجية واستشهد فيه عدد من الأفراد. حتى بعيني الاستهداف المباشر لمستشفى الشفاء، تم قصف الطابق الخامس والرابع، كان هناك عدد كبير من الشهداء حيث كان هناك نازحين بالآلاف في هذا المبنى. كان هناك ضرر كبير جدا في الغاز الأكسجين الذي يغذي حضانة الأطفال، وتم نقل الحضانة والمرضى المتواجدون فيها إلى مبنى استقبال الطوارئ العام. ومن رفح ينضم إلينا الآن مراسل حدث أحمد حرب. أحمد أهلا بك. أحمد، مع احتمال بدء هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبا في جنوب القطاع، نرصد معك في البداية آخر التطورات العسكرية. يعني آخر التطورات هو أن الاستهدافات والغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، ولكن هناك تركيز على بعض المناطق في قطاع غزة. التركيز الأكبر هو في مدينة خان يونس، في المناطق الغربية لمدينة خان يونس والمناطق الشمالية والشرقية. هناك استهدافات وغارات إسرائيلية ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. الجيش الإسرائيلي يوسع من نطاق العمليات البرية في هذه المناطق. الاشتباكات لا تتوقف، لا تنتهي في مدينة خان يونس، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية الغربية. بالتزامن أيضا يأتي مع حصار الجيش الإسرائيلي للمشافي في مدينة خان يونس، خاصة مجمع ناصر الطبي، مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. عمليا هناك حصار من الدبابات الإسرائيلية لهذه المشافي. حاول الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية بعملية إخلاء للنازحين والمرضى في مجمع ناصر الطبي وفي أيضا في مستشفى الأمل، نجح في إخلاء النازحين من مستشفى الأمل، ولكن هناك عدد من المرضى والمصابين والكبار في السن في هذا المشفى. حتى هذه اللحظة هناك حصار مشدد على هذه المشافي، بالتزامن أيضا مع استهدافات وغارات وتفجير أيضا مربعات سكنية في المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. التركيز الآخر هو في المناطق الغربية لمدينة غزة، في حي تل الهوى، في حي الزيتون، وأيضا في حي الصبرة وفي منطقة أنصار. هناك توغل للجيش الإسرائيلي واشتباكات مستمرة واستهدافات أيضا متواصلة ومتلاحقة في هذه المناطق. نعم، هذا فيما يتعلق بالتطورات العسكرية. رفح أساسا نزح إليها أكثر من نصف سكان القطاع، قطاع غزة، منذ بداية هذه الحرب من الشمال إلى الوسط ثم وصولا إلى الجنوب، خان يونس ورفح. اليوم بعد الحديث الإسرائيلي أحمد عن هذه العملية العسكرية البرية في رفح جنوب القطاع، عمليا ما الخيارات المتاحة لسكان رفح وللنازحين إليها للتحرك؟ الآن السؤال المطروح هو أين سوف نذهب؟ هذا هو السؤال المطروح الآن في مدينة رفح من قبل النازحين، لأنه لا يوجد أي خيار أمامهم. رفح هي النقطة الأخيرة التي لجأوا إليها ونزحوا إليها مع الحدود مع مصر العربية، وبالتالي لا يوجد أي مكان ولا يوجد أي خيار حتى هذه اللحظة. وهناك تحذيرات إقليمية مصرية وتخوفات أيضا أممية من أن تكون هناك عمليات برية واسعة النطاق أو عمليات إسرائيلية، سواء كانت من المدفعية الإسرائيلية أو حتى من الطائرات الحربية الإسرائيلية، في التركيز في مدينة رفح. رصدنا في الأيام الماضية سارة أن هناك تركيز من الطائرات الحربية الإسرائيلية في استهداف منازل، استهداف سيارات مدنية في مدينة رفح، وبالتالي هذا أثار القلق في صفوف العائلات والنازحين هنا. وأحمد، هذا ما نريد أن نفهمه معك أمام النازحين. النازح في رفح، النازح إلى رفح، المقيم الآن في رفح أو من أهالي رفح كذلك، إن ما نفذت هذه العملية إلى أين سيذهبون؟ كل الخيارات الآن المتاحة لهم، الذهاب إلى خان يونس، المرور إلى سيناء المصرية، ما الطرق المتاحة الآن؟ الطرق المتاحة الآن أمام النازحين هو إما العودة إلى مدينة خان يونس إذا انتهى الجيش الإسرائيلي من العمليات البرية وانسحب بشكل بري من مدينة خان يونس، سوف يعود إلى المواصي في مدينة خان يونس وإلى المناطق الوسطى، دير البلح، النصيرات، المغازي، البريج، أو الذهاب إلى سيناء وكسر
الحدود والجدار الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وبالتالي هناك تخوفات أيضا من قبل النازحين أن تكون هناك عمليات برية واسعة النطاق ومفاجئة خاصة في المناطق الغربية من مدينة رفح كما حصل في الأيام الماضية. الجيش الإسرائيلي قام بعمليات استهداف، قام أيضا بعمليات توغل بري محدود إلى حد ما خاصة من المناطق الفاصلة ما بين رفح وخان يونس من خلال الدبابات الإسرائيلية، مما أثار تخوفات كبيرة في النازحين في منطقة المواصي في غرب مدينة خان يونس. وبالتالي حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خيارات أمام العائلات النازحة من مدينة غزة وشمالها هنا في رفح. السؤال المطروح هو أين سوف يذهبون؟ حتى هذه اللحظة لم يجدوا أي إجابة عن هذا السؤال، وبالتالي هذا يثير تخوفات سواء من النازحين وأيضا من الأمم المتحدة، وتحذيرات أيضا إقليمية مصرية من إقدام الجيش الإسرائيلي على عملية واسعة، عملية برية واسعة النطاق ما لم يكن هناك إخلاء وإجلاء للنازحين من مدينة رفح وتوجههم إلى مناطق أخرى كخان يونس والمناطق الوسطى. فيما يتعلق بمصر مثل ما تقول أحمد، تحذيراتها من هذه العملية ومن النزوح إليها، هل هناك أي معلومات عن إجراءات أمنية جديدة ولافتة على الحدود المصرية؟ بكل تأكيد، نحن رصدنا منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت هناك إجراءات أمنية مصرية على الحدود من خلال وضع الخرسانة، من خلال نشر قوات للمتابعة والتفتيش، وقوات راجلة على الحدود مع قطاع غزة بشكل مكثف. الجيش المصري أيضا يقوم بطلعات من طائرات الهليكوبتر على الحدود لمراقبة الوضع الميداني على هذه الحدود من أي عمليات تسلل أو أي شيء ميداني يمكن أن يحدث على الحدود مع مصر. حتى هذه اللحظة هناك موقف صلب من مصر أن يكون هناك تدفق للنازحين إلى صحراء سيناء، وبالتالي الجيش المصري والسلطات الأمنية اتخذت عديد الإجراءات منذ الأيام الأولى للحرب، وحتى هذه اللحظة إجراءات تمنع تدفق النازحين إلى صحراء سيناء. شكرا من رفح جنوب القطاع، كنت معنا مراسل الحدث أحمد حرب، شكرا. دون تحقيق أي نتائج ووسط خلافات عميقة بين تل أبيب وواشنطن، عكست تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط، تاركا خلفها انقسامات علنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ربما تكون في أسوأ مستوياتها منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب رفض المقترح الأمريكي لإبرام صفقة بين إسرائيل وحماس. نتنياهو توعد بمواصلة الحرب ورفض وقف إطلاق النار، بل وأكد على توسيعتها نحو رفح جنوبا، وهي المنطقة الواقعة على الحدود المصرية التي نزح إليها أكثر من 1,000,000 فلسطيني. ورغم ذلك قال بلينكن ومسؤولون أمريكيون آخرون أنهم ما زالوا متفائلين بإمكانية إحراز تقدم. وفي مسار موازن للدبلوماسية الأمريكية التي فشلت في إقناع نتنياهو بقبول الصفقة، مضى بلينكن نحو المعارضة المنضوية في مجلس الحرب وناقش سبل تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة مع عضوي مجلس الحرب بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق كابي أيزنكوت، اللذين سعيا قبل أيام إلى استمالة أعضاء من حزب الليكود للإطاحة بنتنياهو. قال بلينكن في مسهل الاجتماع إن المحادثات ستركز على الرهائن وعلى الرغبة الأمريكية القوية بعودتهم. ومن جهته أكد غانتس لبلينكن أن القضية الأكثر إلحاحا هي إيجاد سبل لإعادة الرهائن، وبأنه إذا تم ذلك فيمكن تحقيق أمور كثيرة، وفي موازاة ذلك
تعقد مصر وقطر جولة جديدة من المحادثات في القاهرة مع حماس. وقالت الحركة إن وفدا وصل إلى مصر لاستكمال المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والمقترح الخاص باتفاق تبادل المحتجزين. ومن جهة أخرى قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى أن الرئيس محمود عباس يعتزم التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة الأحد المقبل، ولم يستبعد إجراء لقاءات مع قادة حركة حماس خلال الزيارة. ولمناقشة هذه التطورات انضم إلينا من تل أبيب المستشار الأمني السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار، ومن واشنطن فيليب كراولي المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، ومن القاهرة العاصمة المصرية ينضم إلينا الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ المصري. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من واشنطن سيد فيليب، نبدأ معك من التطور الإنساني العسكري الأخير، احتمال شن إسرائيل عملية جديدة في رفح جنوب القطاع هذه المنطقة المكتظة بالسكان. بلينكن استمع لحديث هيرسي هاليفي وعن خطة للجيش الإسرائيلي تتعلق بهذه المنطقة، أبدأ قلقها بلينكن، ولكن هل تعتقد أن واشنطن حازمة في رفض هذه العملية في رفح، أم أنها منحت مباركة أو تأييدا ولو بطريقة غير علنية؟ لا أعتقد أن الأمر متروكا للولايات المتحدة لإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر أو الضوء الأحمر في صراع يدور بين إسرائيل وحماس. من الواضح أن الولايات المتحدة هي طرف معني وترغب برؤية وقف لإطلاق النار بأسرع ما يمكن، وترغب أن ترى هذه الحرب أن تسدل أوزارها وأن تحد من عدد الوفيات وإنهائها بأسرع ما يمكن، بحيث يمكن خلق مسار لحل دائم. كل هذه الأشياء وردت مناقشتها من خلال رحلة السيد بلينكن إلى المنطقة، ومن الصعب أن نقول في هذا التوقيت بأن ثمة تحقيق، بأن ثمة إنجاز كبير قد حقق. نعم، فيما يتعلق بزيارة بلينكن للمنطقة بالتأكيد في هذه الجولة الخامسة، دكتور عبد المنعم، مصر كذلك معنية بما يجري الآن في غزة خاصة فيما يتعلق برفح، ما خيارات مصر للتعامل مع عملية محتملة في منطقة رفح وفي هذه المناطق المجاورة لمصر؟ يعني الخيار الأول هو الضغط من أجل إنهاء هذه الجولة من المفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين، باعتبار أنه يعني تم قطع شوط كبير في هذا الشأن بالفعل خلال المرحلة الماضية، لكن كانت هناك يعني بعض التغيرات التي طلبتها حماس، وأعتقد أن هذه يعني استخدمها نتنياهو لكي يعني يرفض المبادرة بكلياتها. لكن من تابع مثل هذه المواقف على مدى 50 سنة الماضية يعرف أن مثل هذه المواقف المحبطة تحصل من وقت إلى آخر، وقد حدثت من قبل بالنسبة لشخصيات مثل هنري كيسنجر، بيكر في أوقات أخرى. لكن أعتقد أنه ده السيناريو الأساسي الذي تتحرك على أساسه مصر. أما إذا كان هناك دفع قسري للأشقاء في غزة، أعتقد أن ذلك سوف يضع الدولة المصرية إزاء قرارات حاسمة في هذا الموقف. نعم،
إذن قرارات حازمة. قبل أن ننتقل للسيد آلون، نريد أن نفهم طبيعة هذه القرارات الدكتور عبد المنعم. يعني أنا طبعا لست الذي يتخذ مثل هذه القرارات، لكن مصر قالت يعني كلمتها من قبل أن الدفع بالأشقاء الفلسطينيين، فضلا على أنه الآن يعني يخالف مباشرة بعض الإجراءات الاحترازية التي قالت بها محكمة العدل الدولية، سوف يكون يعني في رأيي تهديد كبير جدا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. نعم، إذن لمصر هذه المخاوف، ولمصر كذلك مطالب للجانب الإسرائيلي. هنا أنتقل للسيد آلون. مصر طالبت إسرائيل بإعادة النازحين شمالا أو إلى خان يونس في محاولة لتقليل أي تبعات كبيرة لهذه العملية. هل ستلتزم إسرائيل بهذه المطالب المصرية بحسب اعتقادك؟ مساء الخير. أنا مش شايف حسب تخليلي وحسب تخليلنا هون في إسرائيل إنه في نية إسرائيلية لعدم احترام السيادة المصرية في المنطقة المصرية، معناته سيناء ومعبر رفح من الجانب المصري. من ناحية إسرائيلية، المصلحة المركزية هي استمرار العلاقات الاستراتيجية والسياسية والعسكرية الطيبة بين إسرائيل وبين مصر، وإسرائيل تحترم الحساسيات المصرية بالنسبة لهذا الموضوع. بس في نفس الوقت لازم نذكر إنه من ناحية إسرائيلية في تهديد عسكري، أظن هذا التعديد مباشرة موجود على مصر كمان من جهة حماس، وحماس مع قدرة العسكرية مع القياديين تبعها غالبيته موجود منهم موجودين في منطقة رفح وفي الأنفاق تحت محور فيلادلفيا إذا موجودة هناك. من قال ذلك سيد آلون؟ نعلم بأنك مستشار سابق لوزارة الدفاع، ولكن هل تعتقد فعلا أو تؤمن بهذا التبرير؟ إسرائيل شنت العملية شمالا، دفعتهم إلى الوسط، وأقصد هنا النازحين وأهالي القطاع، ثم من الوسط إلى مدينة غزة، ثم إلى خان يونس، والآن إلى رفح. إذا ما انتهت العملية في رفح وشنت بالفعل هذه عملية وأنهتها ولم تجد شيئا، إسرائيل تفهم بشكل منيح الإشكاليات والصعوبات في المنطقة الجنوبية من ناحية حشد الناس أو تجمع الفلسطينيين هناك، من ناحية عدد السكان في منطقة رفح وفي منطقة خان يونس. نهائيا إسرائيل تحتاج لعمليات عسكرية مختلفة وأخرى مناسبة للمنطقة والحساسيات في هذه المنطقة. نهائيا كمان في نهاية المطاف إسرائيل من ناحية ما يكون تنزل على من ناحية تحقيق العمليات أو تحقيق الأهداف العسكرية في هذه المنطقة. هناك طريقة عسكرية. بس بخطرك أكمل الجملة، بخطرك إذا في حاجة راح يكون حاجة ولزوم لانسحاب المواطنين للشمال من الجنوب، معناته نحن نغير الخريطة ونغير الواقع من ناحية إقناع الناس ودفع الناس غالبيتهم لمناطق أخرى، مناطق بعيدة من منطقة رفح. إذن سيد آلون، كيف يتحقق هذا الهدف؟ تقليل الخسائر البشرية في حين لن تسمح إسرائيل للنازحين في الجنوب بالذهاب إلى الشمال، عسكريا يمكن تحقيق هذا الأمر؟ أنا ما قصدي على الشمال الكتان، قصدي إنه إسرائيل راح تدفع الناس من منطقة رفح لمنطقة المخيمات لمنطقة المواصي لمنطقة خان يونس نهائيا بعد تنتهي العملية العسكرية في خان يونس. معناته إنه مدينة خان يونس بتكون فادية أو جاهزة لاستيعاب الناس من منطقة رفح. هيك الواقع، ما في أي خيار تاني من ناحية جغرافية، من ناحية ديموغرافية، من ناحية عسكرية كمان. لازم نأخذ بعين الاعتبار إنه إسرائيل تقدرش سكر الباب لقطاع غزة بس تفتح الشباك، باقي الشباك من جنوب هي مستحيل من ناحية عسكرية. لازم نذكر ونأخذ بعين الاعتبار كمان إنه حماس إذا إسرائيل ما توصل لتحقيق الأهداف العسكرية في منطقة رفح وتحت الأنفاق في محور فيلادلفيا، معناته تهريب الأسلحة طريق الأنفاق راح يستمر بكل معنى. سأعود إليك لاحقا في هذه المسألة، لم تجبني.
لم تجبني، ولكن ذكرت مسألة أن إسرائيل إن لم تفتح بابا ستفتح شباكا، وسأنتقل للدكتور عبد المنعم في هذا الحديث. تعليقك دكتور عبد المنعم، لأن ربما سيكون هذا الشباك نحو سيناء المصرية. كما قلت أن يعني أي تهديد لسيناء المصرية بسيناريو يؤدي إلى يعني تحقيق دامج جامد بعملية السلام المصرية الإسرائيلية التي تحاول مصر أيضا أن تحافظ عليها. ولكن منذ بداية هذه الحرب إسرائيل تتصرف بدرجة كبيرة جدا من العنف، وبدرجة أكبر من أحيانا الأهداف العسكرية غير المفهومة. أحاديث القيادات العسكرية الإسرائيلية كان يتحدث عن عمليات عسكرية سوف تنتهي بسرعة، أن كل الأعضاء الحماسيين يوجدون في مدينة غزة، ومع ذلك انتقلنا من نقطة إلى أخرى إلى ثالثة إلى رابعة، وفي نفس الوقت كان نفس الناس يضربوا في الطريق، وهم من المنطقة الشمالية للمنطقة الوسطى ثم المنطقة الجنوبية. هناك يعني أمر حققته يعني أجهزة ومنظمات دولية كثيرة، أن إسرائيل إن لم تكن تقوم بعملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني فهي في الطريق إلى ذلك. عدد القتلى يتزايد، عدد الجرحى يتزايد، عدد الأطفال. فلدينا قضية هنا يعني يبدو أن إسرائيل لا تأخذها في حساباتها على وجه الإطلاق. ثم هناك القضية التي تم التفاهم بينها وبين مصر عليها، وهو أنه لن يسمح بعملية التهجير القسري والطرد القسري للفلسطينيين. ما نشاهده غير ما نسمعه. نعم، على الأرض إذن المسألة مختلفة مثل ما تقول دكتور عبد المنعم. هنا أنتقل لسيد فيليب. دائما في مسألة هذه الجولة الخامسة والتي انتهت دون تحقيق شيء، نتنياهو في الأخير قال لا صفقة، وحماس كانت لديها ملاحظات، بلينكن التقى بمسؤولين إسرائيليين يحسبون على الأقل تشددا مقارنة بهذه الحكومة الحالية، أيزنكوت وبيني غانتس. ما الذي تسعى إليه واشنطن؟ من الواضح أنه وبصورة دامغة واشنطن تبحث عن اتفاق لوقف إطلاق النار، بحيث يمكن لكافة الأطراف أن يطلعوا بمسؤولياتهم. لكن المعضلة هنا تكمن بجزئيتين. الجزئية الأولى هي أن الهدف الإسرائيلي هو تدمير حماس، وهذا يثبت من خلال مناقشاتنا بأنه بعيد المنال. التحدي الثاني، بمجرد انتهاء هذه الحرب، ولا بد أنها سوف تنتهي في مرحلة ما، ما هي الاستراتيجية بالنسبة لليوم التالي؟ وهنا الولايات المتحدة كانت تشجع إسرائيل منذ أشهر على أن تحارب في هذا الصراع من خلال منظور التأمل في اليوم التالي والنظر إلى اليوم التالي. وهناك حالة من الخلاف بين إدارة نتنياهو وإدارة الرئيس بايدن، فحكومة رئيس الوزراء نتنياهو غير بناء لفعل الأشياء التي قد تكون ضرورية بالنسبة لليوم الذي ينتهي فيه الصراع. وهذا يبدو بأنه لم يؤخذ في الحسبان. ولو كانت ناجحة في إطلاق سراح الرهائن من غزة وقادرة على إدارة غزة في اليوم الذي تنتهي فيه المعارك في غزة، هذا أمر غير واضح. ولا نعلم إذا ما كان نتنياهو مترددا لتحمل مسؤولية كبيرة بالنسبة ومنح هذه المسؤولية للسلطة الفلسطينية، أو بالنسبة لتمهيد الأرضية لإقامة دولة فلسطينية. لذا هذا تحدي مؤلف من عدة جهات ينتظر الوزير بلينكن والإدارة الأمريكية. فالحرب يبدو بأنها متروكة لإسرائيل لتديرها بطريقة كما ترتئي مناسبا لأمنها، ولكن لا بد من تركيز الانتباه على حول كيفية انتهاء هذه الحرب، وما الذي سوف يقع في أعقاب ذلك، ومنح مسار لإقامة الدولة الفلسطينية. إذن هي تنشئ قنوات أو مسارات بديلة بحديث بلينكن مع بيني غانتس. بيني غانتس الذي يروج بأنه سيكون الشخصية التي تخلف نتنياهو في المرحلة المقبلة بعد الحرب.
سيد فيليب باختصار شديد من فضلك. نعم، هذا هو خيار بالنسبة للشعب الإسرائيلي، لكن من خلال الاطلاع على السياسة الإسرائيلية من مسافة بعيدة ومنصفة، فإنه لا بد في مرحلة من الأوقات أن حالة من اليقظة سوف تحل بحكومة نتنياهو والشعب الإسرائيلي بشأن ما الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر وكيفية إدارة الحرب منذ ذلك الحين. لكنني أعتقد أنه إذا ما كانت النهاية الكاملة تكمن في إقامة دولة فلسطينية كما نتحدث اليوم، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست في وضع قد يجعلها تتبع تلك السياسة. ومن غير الواضح إذا ما كانت السلطة الفلسطينية لديها القدرة لتوسيع نطاق مسؤولياتها ليشمل غزة. نعم. ومن أجل الوصول إلى الحل المثالي فلا بد من وجود تغييرات هيكلية كبيرة في السياسة الإسرائيلية وفي السياسة الفلسطينية، وبطبيعة الحال بدعم من المنطقة برمتها. نعم سيد ألون، حكومة لن يرأسها نتنياهو بعد الحرب، ربما بيني غانتس سيكون رئيس هذه الحكومة. هل ستكون حكومة مناسبة تناقش معها ملفات مستقبل غزة والدولة الفلسطينية أو الاعتراف بهذه الدولة مثل ما يقول الأمريكيون والبريطانيون اليوم؟ أظن في الوقت الراهن في الوقت الحالي صعب شوي نتصور شو راح يكون من ناحية سياسية في إسرائيل بالنسبة لاستمرار حكومة نتنياهو أو انهيار حكومة نتنياهو بعد الحرب، في اليوم التالي بعد الحرب. الحرب أول إشي راح يطول كتير، نعرفش إذا نص سنة أو سنة، بس نهائيا نحن ما نحكيش على بكره صبح. ثاني شيء من اجل اذا بدنا نحدد يوم الانتخابات في اسرائيل، اول شيء بدون او قبل نحدد يوم الانتخابات او مسيره او حمله انتخابات، الحكومه لازم تنهار، معناته انه راح يكون تصويت داخل البرلمان الاسرائيلي و نزول أو انهيار الحكومة الغينة والائتلاف الغين وكذا. نهائيا نحن بنحكي على مرحلة بعيدة جدا من الفترة الحالية. التغييرات السياسية داخل إسرائيل هم متبعة لمعارضة، متبعة لائتلاف، بس أنا مش شايف إنه خلال الحرب راح بتكون الغالبية الكافية لانهيار أو لتغيير سياسي جوهري داخل إسرائيل ما دام في حرب وفي عمليات. لن تناقش الدولة الفلسطينية، هذا سؤالي باختصار، لن تناقش مع أي حكومة نتنياهو أو غير نتنياهو؟ أنا سؤال ممتاز. نحن بنسمع إعلانات الولايات المتحدة، سمعنا امبارح كمان تصريحات من اتجاه سعودية بالنسبة لإقامة دولة فلسطينية، بس بالنسبة لكمان سؤال التطبيب بين إسرائيل وسعودية، نهائيا أنا بقول بشكل رسمي أو بشكل خلينا نقول بتأسس على مصادر جدية، أنا مش شايف في هذا الوقت استعدادات أو أي نية إسرائيلية تحت كل حكومة، مش مختلف إذا يمين مركز أو يسار، لإقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن بس كمان في المستقبل القريب مع السلطة الفلسطينية الراهنة. نعم. نحن سمعنا أكثر من مرة المصلحة الأمريكية والسياسة الأمريكية. نعم. وكمان إسرائيل بنفس الاتجاه بالنسبة لإقامة السلطة الفلسطينية متجددة وسلطة جديدة. نحن ما سمعنا استعدادات داخل السلطة الفلسطينية في رمالة إنه في نية طيبة بالنسبة له. هناك حديث من السلطة الفلسطينية عن تجديدات وعن خطوات تتخذ، ولكن هنا دعني أنتقل للدكتور عبد المنعم. استمعت لي حديث السيد آلون بأنه ربما لن تكون هناك نية إسرائيلية سواء في هذه الحكومة أو تحت هذه الحكومة أو حكومة أخرى بالاحتراف أو بالعمل على دولة فلسطينية، وهو ما يطرح اليوم، وكذلك ربما العملية هذه العسكرية أيضا من بين المخططات الجدية بالنسبة للإسرائيليين، فيما القاهرة تنظم اليوم اجتماعا مع قطر يشمل كذلك قادة وعناصر حماس. ما الذي تعرضه مصر اليوم؟
يعني أنا لست داخل دائرة التفاوض، لكن لدينا الإطارات التي جرى الإعلان عنها من قبل، وهو أننا إذا يعني ليس وقفا نهائيا لإطلاق النار، وإنما وقف مؤقت لفترة طويلة نسبيا. يعني نحتاج جميعا أعتقد إلى التقاط الأنفاس هنا، وأعتقد أن هناك خيارا استراتيجيا وتاريخيا أمام الشعب الإسرائيلي في هذه المرحلة، بمعنى أنه اختيار ما بين أن تكون جزءا من المنطقة وأن تكون جزءا مع بالفعل ما هو التوجه سلامي كنا نسير فيه من قبل، ونجحت إيران في أن هي تقوم بإزعاجه، هي تقع فريسة في اليد الإيرانية من كل جبهات المنطقة. العداء للسامية في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 500%. العالم يتغير تجاه إسرائيل. الولايات المتحدة التي قدمت لإسرائيل فورة بداية العمليات في 7 أكتوبر حاملتي طائرات وغواصة نووية، والآن تقدم 17 مليار دولار. أصدق أصدقاء أمريكا إسرائيل يشعرون الآن أنها تمثل عبئا ثقيلا، وأنها فيما تقوم به في الحقيقة هي التي أنشأت حماس، وهي التي أعانت حماس، وهي التي حولت النقود إلى حماس، وهي التي قالت أنها تريد قسمة الشعب الفلسطيني بين غزة والضفة الغربية، وبعد ذلك الآن تريد أن تقوم مسبحة كبرى للشعب الفلسطيني. هنا هذه لحظة تاريخية بالنسبة لإسرائيل، إما أن تكون جزءا من المنطقة ولكنها لا تستطيع أن تكون جزءا في المنطقة وهي مخضبة بهذا القدر من الدماء. شكرا جزيلا لكم جميعا من القاهرة. كنت معنا الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ المصري، وكان معنا من تل أبيب المستشار الأمني السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية آلان أفيتار، ومن واشنطن فيليب كراولي المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية. شكرا جزيلا. والأخبار ليلة مستمرة فيها بعد فاصل. البرهان يزور الخطوط الأمامية في أمدرمان لأول مرة منذ نحو عام. الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحداثة. اعرف الأخبار وتابع الحدث. أهلا بكم من جديد. بعد تصريحات واعدة من قبل منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث بشأن لقاء مرتقب بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو حميدتي، لا تبدو المؤشرات إيجابية بشأن هذه الخطوة
المأمولة لحل عقد الأزمة السياسية والأمنية المستمرة منذ أكثر من 10 شهور. اليوم ولأول مرة من الخطوط الأمامية لمدينة أم درمان، ومنذ اندلاع الحرب وجه البرهان رسائل مباشرة لقوات الدعم السريع، قال فيها إن القوات المسلحة والشعب في خندق واحد لاستئصال الميليشيا المتمردة وفق وصفه. وينضم إلينا لمناقشة هذه التطورات الباشا محمد طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع. كذلك ينضم إلينا منى الدوحة، المدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة السودانية، اللواء أسامة محمد أحمد عبد السلام. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من سيادة اللواء، ذهب البرهان لأم درمان التي كنا تابعنا فيها حملة اعتقالات لضباط وشائعات عن انقلاب، وهناك تفقد الخطوط الأمامية للقوات المسلحة. ما رسالة البرهان التي وجهت من أم درمان؟ بدءا أشكرك وأشكر قناة الحدث على الاستضافة، والتحية لك ولمشاهديك على امتداد البث. زيارة الفريقين عبد الفتاح البرهان لوالي سيدنا ليست بأمر مستجد، فقد داب على هذه الزيارات باستمرار منذ أن قادر الخرطوم في شهر أغسطس من العام الماضي. ليس الوزيرين فقط، وإنما كل الوحدات العسكرية والمناطق التي مر عليها في إطار حشد هذه القوات في اتجاه الهدف الاستراتيجي الرئيسي، وهو القضاء على هذا التمرد واستئصاله كما قال. لعل أهم رسالة يمكن تلمسها في هذه الزيارة الرد عمليا على مسألة شائعة الانقلاب العسكري الذي كانت صدرت بالأمس واعتقال عدد من الضباط. بالتأكيد إذا كانت هذه المحاولة صحيحة فليس بقدر البرهان أن يصل إلى سيدنا بأي حال من الأحوال، باعتبار أن الجو أصلا سيكون جو ليس صالحا للزيارة هذه، وحملة الاعتقالات بالتأكيد ستؤثر على كثير جدا من الضباط الذين هم الآن يشاركون في هذه العمليات. نعم. هذا في اعتقادي أولا رد عملي أن هذه ليست إلا مجرد شائعة كما ذكرت أنت في ثناء الخبر. والرسالة الثانية المهمة هي أن الجيش قد أحرق سفنه تماما في مسألة التصالح أو التفاوض لإنهاء هذه الحرب، باعتبار أن المسألة التي أمام الجيش الآن والاستراتيجية التي انتهجها أخرا هي الحسم العسكري ولا شيء غير الحسم العسكري مطلقا. إذن هي رسالة للجيش للداخل ورسالة للدعم السريع. فيما يتعلق بالرسالة الأولى دائما معك، هل هو قادر على، وأقصد هنا البرهان، على امتصاص غضب أو على الأقل انتقادات داخل هذه القوات المسلحة ببطء، انتقاداتها المتعلقة ببطء هذه العملية أو بشكل إدارتها؟ سيادة اللواء، ونقطة الكريمة، في العمليات العسكرية ليس بالمفترض أن يكون هناك المستوى الفهم والتفكير مستوى القيادات الأدنى والقيادات الأعلى هو مستوى واحد، باعتبار أن هذه القيادة التي تقود هذه العمليات لديها الصورة بسكوب أكبر، لديها الإحاطة بكل المشاكل اللوجستية والأمنية والسياسية التي تحدث بالعمليات، ولكن المنفذين على الأرض قد يكونون في بعيدين عن هذا الفهم، وبالتالي هم على استعداد للمخاطرة نوعا ما بالتقدم أو تنفيذ عمليات خارج إطار التخطيط الاستراتيجي العام، ولذلك لابد من استصحاب المسألة، باعتبار أنه الذين يخططون دون هذه العمليات على مستوى الدولة هم قيادات القوات المسلحة، المنفذين في رتب بسيطة ورتب دنيا قد يكونون بعيدين عن الإلمام بكل الصورة، ولكن حقيقة
هناك كثير جدا من الانتقادات وجهت للقيادة باعتبار أن هناك بطء. في اعتقادي أن هذا البطء له مسبباته التي لا يمكن الإفصاء عنها الآن مطلقا، ولكن في مجمل الأحوال الآن العمليات تسير بشكل ممتاز جدا. نعم. الجيش يمضي في خطته بخطة ثابتة. بخطة ثابتة، وهذا سؤالي للسيد محمد. لا تسيطر الدعم السريع على الكثير من أمدرمان، نحو 20% فقط فيما تتقدم قوات الجيش كثيرا، ومن هناك يقول البرهان سنستأصل الدعم السريع ويصفها بالميليشيا المتمردة. هل اقتربت قوات الدعم السريع من فقدان هذه المنطقة أمدرمان؟ أولا السادة الكريمة التحية لك والتحية لضيفك السيد اللواء والتحية لمشاهدي قناتكم. حقيقة الزيارة التي أو الزيارات التي يقوم بها السيد البرهان إلى عدد من المواقع العسكرية وآخر زيارة له إلى منطقة أمدرمان هي محاولات يائسة من البرهان لرفع الروح المعنوية لقواته في تلك المناطق النتيجة للهزائم المتلاحقة التي يعني حظي بها الجيش منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023 وحتى الآن. لذلك هو الآن هذا في أمدرمان أم في مناطق أخرى؟ لأن الحديث معلومات من أمدرمان تظهر نشر بطريقة مختلفة. حتى أمدرمان الآن هو يعني المنطقة التي زارها البرهان هي لا يعني تساوي 10% من مساحة أمدرمان. أمدرمان الآن الجيش الآن موجود في شمال أمدرمان فقط في منطقة كريري، وصحيح نعم. أن هنالك له يعني وجود في منطقة يعني الثورات وبعض المناطق في أمدرمان، لكن ليست لديه أي سيطرة في أمدرمان. هذه الزيارات كما شاهدنا من قبل داخل القيادة العامة، كان يعني البرهان لما كان محاصر داخل القيادة العامة كان يتجول داخل القيادة العامة ويقول أنه هو يعني ما النسبة التقديرية سيد محمد لسيطرة الجيش في مقابل سيطرة الدعم السريع؟ ما يقال الآن بحسب المصادر وإعلاميا الجيش نحو 80% من هذه المنطقة أمدرمان في مقابل 20% للدعم السريع، هل هذا دقيق أو صحيح بحسبكم؟ هذا غير صحيح يا أستاذ الكريم. أمدرمان ليست كرري، ليست يعني ليست محلية كرري. الجيش الآن يسيطر على فقط نسبة 20% من محلية كرري، وليس من أمدرمان فيها ثلاث محليات. الآن الدعم السريع يسيطر على محلية مبدة كاملة، يسيطر على محلية أمدرمان، أمدرمان الأمة اللي هي فيها سنتر أمدرمان، فيها المحطة الوسطى وفيها السوق الكبير لأمدرمان وفيها جنوب أمدرمان، حتى منطقة الصحراء وحتى خزان جبل أولياء، هذه كلها أمدرمان. الجيش الآن يسيطر على 20% من محلية كرري فقط. أمدرمان توجد فيها يعني ثلاثة محليات. هذا يعني للمعلمين والأستاذ الكريمة. لذلك هذه محاولات يائسة. ظل البرهان كل يعني بعد فترة ويعني أخرى يحاول أن يرفع يعني الروح المعنوية لقواته. ثانيا الأستاذ الكريم، المحاولة الإنقلابية التي تمت يعني في منطقة كرري بالتحديد في الدفاع الجوي وسلاح الطيران ومعسكر يعني سيركاف، هي كانت محاولات حقيقية من ضباط شرفاء داخل القوات المسلحة، خالفوا تعليمات يعني كانت موجهة بالذات للطيارين لقصف التجمعات المدنية للمواطنين. لذلك هنالك كانت حركة حقيقية من شرفاء الجيش، وكانت قد تؤدي إلى تغيير القيادة داخل الجيش. لا، وهذه الزيارة هي واحدة من مؤشراتها. البرهان يريد أن يؤكد أنه هو الآن يسيطر على يعني على الجيش، وهو الآن يعني بيده يعني زمام المبادرة، وهذا غير صحيح. نعم. يعني الآن الموجود على الأرض غير ذلك يا أستاذ الكريمة، ونحن الآن يعني ربما تقرأ السيد محمد المشهد بطريقة مختلفة عما يقرأ من قبل مصادر، ربما حتى سيدة اللواء. هنا أنتقل له لسيدة اللواء أسامة. الجيش يسيطر على 20% من محلية واحدة من ثلاث محليات، هكذا يقول سيد محمد. إلى أي حد تتفق معه في هذا التوصيف للتقدم العسكري أو للوضع العسكري؟ والله ضيفك الكريم هو يعني له كل الحرية في أن يرى من الزاوية التي يرغبها، ولكن الحقيقة الأرض لا تشير إلى ذلك مطلقا. ومن المستغرب أن تكون جبل أولياء الآن تتبع لمحلية أمدرمان أو لأمدرمان الكبرى، هذه معلومة. خزان جبل أولياء، منطقة الجمعية يا سيد اللواء، منطقة الجمعية ومنطقة الصالحة كلها تتبع إلى محلية أمدرمان، هذه هي جنوب أمدرمان. نعم، غرب النيل. الآن هناك حديث عن أن المحاصرين بالإذاعة السودانية والتلفزيون لجوا إلى طلب الصليب الأحمر لإيجاد مخرج آمن، ولكن القوات اللي عرفت ذلك. إذا كان ذلك كذلك وهذه السيطرة، فلماذا يستنجد
عناصر هذه الميليشيا بالصليب الأحمر الآن إذا لم يكونوا محاصرين في موقف لا يحسدون عليه؟ لماذا يلجؤون لهذه المنظومة الدولية لتأمين هذا المخرج الآمن وبأسلحتهم؟ وقد رفض القوى السلاح هذا الطلب باعتبار أن الخروج إذا كان بدون أسلحة فليس هناك من غضاضة في ذلك، ولكن أن يخرج هؤلاء المتمردون بهذه الأسلحة فهذا ليس لا يمكن أن يحصل عليه مطلقا، وإن كان الصليب الأحمر هو من يتوسط لذلك. مسألة مهمة أعلق عليها، مسألة اللقاء، هذا اللقاء بين الجيش وهذه الميليشيا غير متاح في أي منبر، لم تنفلح فيه لقاءات لتحفظات كثيرة جدا جدا. الآن البعوث الأممي يحاول أن يصبغ هذا اللقاء بصبغة إنسانية باعتبار أن المسألة تخرج عن مخرج السياسة والعسكري إلى مخرج إنساني، ولكن أعتقد أن اللقاء هذا لا يمكن أن يتم أصلاً في هذه الفترة بالذات. ألم يوافق الطرفان؟ هذا سؤالي الآن للسيد محمد، وأنت من قوات الدعم السريع، مستشار لقوات الدعم السريع، فيما يتعلق بهذا اللقاء المرتقب الإنساني في سويسرا بين الجيش والدعم السريع، هل سيتم؟ هل هناك موعد مرتقب أو محدد لهذا اللقاء؟ يا أستاذ الكريمة، أولا دعينا أن أريد إلى السيد اللواء، يعني أريد إلى السيد اللواء، هو يتحدث عن هنالك حصار في منطقة، يعني في الإذاعة وفي التلفزيون. نعم. هذه الأكاذيب ظلنا نسمعها منذ بداية الحرب حتى الآن. هو الآن يقولون يعني عبر الوسائط وعبر الإعلام هذا الكلام، ونحن الآن على الأرض، ممكن الآن أنا يعني أوجه قواتنا داخل الإذاعة أن تطلع لايف مباشرة الآن من داخل الإذاعة، يعني هذا الكلام غير صحيح تماما. يعني نحن لا نتحدث عن أكاذيب ولا نتحدث عن ادعاءات، ولا يعني نريد أن نخدع الشعب السوداني بانتصارات زائفة. يكون على علمك أستاذ الكريمة وعلى علم المشاهد الكريم، الجيش لم يحقق أي انتصار على قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل حتى الآن. السيد اللواء، إذا كان هنالك انتصار واحد على قوات الدعم السريع اللي يعني يذكره الآن أمام الرأي العام. يعني أما اللقاء أو المحاولات التي يعني يقوم قبل أن نتحدث عن اللقاء ليذكر هذا الانتصار. طيب 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 أتحدث عن الأمين العام، محاولات يعني هنالك يعني سيد محمد في نصف دقيقة فقط، نصف دقيقة لسيادة اللواء للرد عليه. الأمين العام، نعم، الأمين العام للأمم المتحدة الآن هو لديه يعني اتصالات ولديه يعني بعض المحاولات، ونحن مبدأ في قوات الدعم السريع ليس لدينا أي مانع أن نلتقي بأي شخص يعني، ولا نرفض أي مبادرة مهما كانت. يعني رغم أننا الآن نسيطر على الأرض، والآن متقدمين، نحن لست يعني دعاة حرب، نحن دعاة سلام، ونحن الآن مع أي مبادرة يعني يقوم بها أي طرف سوداني أو غير سوداني، نحن الآن جاهزون لأي مبادرة مع انتصارنا في الأرض، مع تقدمنا في الأرض. الأمم المتحدة تقول أن الطرفين وافقا، هل هناك معلومات حول موعد متوقع، وإن كان هناك حضور للجانبين أو قادة الجانبين؟ لا يعني ليس هنالك الآن تحديد قاطع يعني لأي لقاء، هي مجرد محاولات ومبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن يعني في قوات الدعم السريع كما ذكرت لك ليس يعني لدينا أي مانع في يعني أن نرفض أي مبادرة يعني قام بها الأمين العام أو منبر جدة. الذي يمانع الآن ويرفض أي لقاء ويقول أنا يعني أستطيع أن أحسب يعني الدعم السريع يعني عسكريا في الميدان أمامه، نحن الآن موجودون يعني في الميدان. دعني أنتقل لسيادة اللواء. نعم يعني سيد محمد، سمعت ردك على سؤالي، ولكن إلى السيد أو سيادة اللواء الآن، رد سريع حول ما ذكره السيد محمد بأن له عمليا على الأرض الانتصار حقق من قبل الجيش من بداية هذه الحرب، وما المتوقع في لقاء الطرفين باختصار شديد من فضلك. طيب، بداية الفهم، أول انتصار الذي تحقق للدعم السريع منذ دخول ولاية الجزيرة وحتى الآن، ليس هناك انتصار إذا كان حساب بهذه الطريقة. هؤلاء سيدتي يكذبون كما يتنفسون، وكل ما طلعوا في الميديا يتحدثون عن كلام لا يطابق الواقع اصلا. يتحدثون لما عندما توجهين بالانتهاكات يقولون هذه انتهاكات من قوات اخرى، هذه انتهاكات من خلاص فلتها هؤلاء بعدنا وهكذا. فيما يتعلق باللقاء، اعتقد اللقاء فرصه كما ذكرت فرص ضئيله، وان كان ضالت هذه الفرص باعتبار انه الدعم السريع اصلا لا يلجا منه في مساله الالتزام. شكرا جزيلا لكما، كانت خير شاهد على انه لا يلتزم بهذه الالتزام. شكرا،
المدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة السودانية اللواء أسامة محمد أحمد عبد السلام، وكان معنا الباشا محمد طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع، شكرا جزيلا لكما، ونلقاكم على رأس الساعة الثانية من أخبار ليلى وملفات أخرى تفتح للنقاش. السلام عليكم. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يومياً أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فرادى ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا التاسع صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاما بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداثا صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هل صحيح انه كان في تنافس حتى يعني بالجلوس الى جانب الرئيس؟ President Karzai was trying to distance himself from the Iranian American tension. President Bush asked President Karzai, do you want the Durand line? Yes, I want it, but I know I can't get it. وزير الداخلية الأفغاني الأسبق محمد عمر داود زاي. Had a visit by the then US ambassador. You told me President Bush has promised, but there is conditions attached to that. لماذا خف الدعم الأمريكي لكارزاي في الولاية الثانية؟ الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكن
ولكنها تدفع ثمن كل ذلك. تابع الحدث في مكانه وزمانه. الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الأخبار الليلة التي نتابع فيها أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من أجواء الجولة السياسية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الهدنة في غزة، ونتابع أيضا تطورات الأزمة السودانية وتصريحات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وكذلك الأجواء المشحونة في العراق والتوتر السياسي في واشنطن، وأخيرا نراقب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتحذير من تبعاتها. كل هذه الملفات نتابعها ونناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. بلينكين يغادر إسرائيل خالي الوفاض، لقاءات مع معارضين نتنياهو تحمل رسائل مبطنة، ومسار موازن في مصر لإنقاذ مقترح الهدنة. وقبيل لقاء مرتقب مع حمدت البرهان يوجه رسائل من المواقع الأمامية للجيش في أم درمان، سنستأصل التمرد. جلسة طارئة للبرلمان العراقي لطلب مغادرة القوات الأجنبية، الجيش يتهم التحالف بزعزعة الاستقرار والحكومة تهدد بالرد. واشنطن تعلن تنفيذ مزيد من الضربات ضد الحوثيين، ووكالات الإغاثة تحذر من انهيار منظومتها بسبب هجمات البحر الأحمر. السلام عليكم. دوي الانفجارات والقصف الإسرائيلي في الجنوب اللبناني بات مشهدا مستمرا مع تزايد وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله على جانبي الحدود. منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف شاحنة محملة بوسائل قتالية ومبنى لحزب الله في الخيام والنبطية وكفر حمام جنوب لبنان، ليتبين بعد ذلك أن المستهدف هو المسؤول العسكري في حزب الله عباس الدبس، الذي قتل في الغارة التي نفذت بطائرة مسيرة واستهدفته داخل سيارته في مدينة النبطية جنوب لبنان. مصادر الحدث أشارت إلى أن عباس الدبس هو قائد منطقة الخيام في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، كما أنه منسق سلاح الجو مع الحرس الثوري، وبأنه أحد مسؤولي الدفاعات الجوية الإيرانية في سوريا. ومن بيروت تنضم إلينا الآن مراسلة الحدث غنوة يتيم للمزيد من التفاصيل والمعلومات. في البداية، آخر التطورات في المنطقة الحدودية وفي الجنوب، كان هناك حديث عن أن هناك بعض التحركات جوا من قبل الطائرات الإسرائيلية.
بالفعل كان هناك قصف مدفع على عدد من القرى الجنوبية مساء هذا اليوم، وأيضا تحدثت معلومات عن إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق داخل الحدود الإسرائيلية، ولكن حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد استهداف بما يشبه استهداف الرد على ما حدث مساء اليوم في منطقة النبطية. هي هذه عادة هذه الأحداث تتكرر في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية. يوم أمس كان مثلا يوم مليء بالغارات، كان هناك عدد كبير من المغارات التي استهدفت المناطق الجنوبية في الحدودية في لبنان، بعد أن كانت خفت الوتيرة خلال الأيام السابقة. البعض كان قد تحدث عن ربما عامل الطقس الذي يؤدي إلى انخفاض عدد الغارات، واليوم مع عودة استقرار الطقس ربما هذا الأمر يعني يفسر اشتداد المعارك من جديد على الحدود الجنوبية. وبالعودة لهذا الحادث غنوة في النبطية أيضا نعم هذه المسألة النبطية وما جرى فيها، استهداف واغتيال عباس الدبس ومن بين الشخصيات على ما يبدو البارزة الآن في هذه الميليشيات التابعة لإيران أو المقربة من إيران، ما الذي نعرفه حول هذه الشخصية؟ أولا بالنسبة لموضوع اغتيال عباس الدبس، نحن كان قد أكد مصدر أمني لنا عند بداية حصول هذا الاستهداف مقتل عنصر من عناصر حزب الله. بحسب المعلومات في لبنان هو قائد منطقة، يعني حتى الآن قائد منطقة تابعة يعني قائد منطقة النبطية في حزب الله. المعلومات التي تتحدث عن أهميته كقيادي في حزب الله تأتي من الجهة الإسرائيلية، ولكن حتى الآن هو قائد منطقة النبطية في حزب الله بالنسبة للمصادر الموجودة في لبنان. ولكن اللافت بأن المصدر الأمني كان قد أكد أمر اغتياله اليوم في منطقة النبطية، لكن حزب الله حتى الآن لم يصدر أي بيان حول هذا الموضوع. هناك أيضا مصادر إعلامية في بيروت تحدثت عن أنه لا يوجد هناك قتلى في هذه الغارة التي استهدفت سيارة في النبطية. عندما حاولنا التواصل مع المكتب الإعلامي لحزب الله لسؤاله إن كان سيكون هناك بيان عن هذا الموضوع، خاصة وأن إسرائيل أيضا قد أكدت مقتل عباس الدبس، هم يعني نفوا بأن يكون هناك أي بيان. عادة حزب الله يصدر بيانات لاحقا، يعني في وقت لاحق في حال حدوث اغتيال أو مقتل عناصره. سنرصد هذه البيانات في حال ظهرت في وقت لاحق. الوكالة الوطنية للإعلام كانت قد أكدت أيضا الرواية التي كنا قد أشرنا إليها سابقا بأن صاروخ من مسيرة إسرائيلية لم يصب الهدف في المرة الأولى وسقط في منطقة مفتوحة، ولكن في المرة الثانية استهدفت هذه السيارة، بما يعني بأن إسرائيل كانت مصرة على استهداف هذه السيارة حتى لو كان في عمق مدينة النبطية وعلى مدخلها الشرقي الذي عادة يكون هناك يعني يكون هناك مواطنون في هذه المنطقة وقد أصيبت السيارة. ولكن بحسب رواية الوكالة الوطنية فإن الشخصين قفزا من السيارة، تم نقلهما إلى إحدى مستشفيات المنطقة وتم إصابة شخص ثالث هناك، وتم إجراء عملية لشخص وصفت إصابته بالخطيرة. لا نعلم إن كان هذا الشخص الذي أشارت إليه الوكالة الوطنية هو عباس الدبس الذي كان مصدر أمني قد أكد لاحقا مقتله لنا. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، ونبقى عينا دائما على هذه التطورات في لبنان. كنت معنا من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم. وأشير إلى هذه الأخبار العاجلة من العراق الآن. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول يقول إن العراق والولايات المتحدة الأمريكية سيستأنفان يوم الأحد المقبل المفاوضات حول مستقبل التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده واشنطن. هذا الملف الخلافي بالتأكيد بين الجانبين العراقي والأمريكي، والذي كان تصاعد الحديث عنه بعد ضربات
أو تهديد بعض الفصائل العراقية للمصالح الأمريكية في الداخل العراقي أو حتى في سوريا في مقابل الضربات الأمريكية على هذه الفصائل. آخر الضربات كانت أمس ومقتل واحد من قيادات حزب الله العراقي بعد ضرب لهذه الفصائل كذلك لمصالح أمريكية. إذن الآن يعلن من قبل العراق بأن بغداد وواشنطن ستستأنفان التفاوض حول مستقبل التحالف الذي تقوده واشنطن في العراق يوم الأحد المقبل، وكذلك سيعملان على مناقشة إنهاء مهمة التحالف الدولي ضد داعش من العمل في العراق. دائما في مسألة العراق بالتأكيد ومسألة الولايات المتحدة الأمريكية وما يجري بينهما، أجواء مشحونة ومتوترة بين واشنطن وبغداد، وذلك بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت أبو باقر الساعدي القيادي البارز في ميليشيا حزب الله العراقية وأدت لمقتله ومقتل اثنين من مرافقيه. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي قال إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على استهداف الساعدي. هذا وأعلن مجلس النواب العراقي عقد جلسة يوم السبت لمناقشة ما وصفه بالاعتداءات على السيادة العراقية بعد أن طلب أكثر من 100 نائب بعقد جلسة استثنائية وبإصدار قرار يلزم الحكومة بتنفيذ قرار سابق بسحب القوات الأجنبية من البلاد في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل. ومن جهته دان الإطار التنسيقي وهو التحالف البرلماني الذي انبثقت عنه الحكومة دان الضربة الأمريكية وشدد في بيان له على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية لإنهاء مهام التحالف الدولية. ومن بغداد ينضم إلينا مراسل حدث منتظر رشيد، ونبدأ معك منتظر. منتظر أهلا بك. إذن واشنطن وبغداد سيستأنفان التباحث والتفاوض حول مستقبل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في العراق يوم الأحد المقبل. هذا كان آخر الأنباء والتصريحات من قبل المتحدث العسكري والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول. معلومات إضافية حول هذا التفاوض وهذا الحوار المتعلق بمستقبل التحالف الدولي منتظر؟ يعني هذا الحوار هو ليس الأول، هذه هي طبعا الجولة الثانية من جلسات الحوار، لكنها جاءت بعد هذه العملية، عملية تصفية أحد قيادات حزب الله هنا في العراق. بالتالي هي تأتي طبعا تسبقها أجواء مشحونة بالتأكيد، هناك جلسة للبرلمان ستسبق هذه الجولة من الحوار بين بغداد والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هذه الجلسة ستكون تداولية طبعا لبحث تداعيات هذه الغارة الأمريكية وكيفية التعامل معها قطعا، وكما يقول طبعا معظم الخبراء طبعا سواء في القانون أو في الخبراء الدستوريون أن العراق لا يحتاج إلى تصويت من قبل البرلمان مرة أخرى، لأن هناك قرارا سابقا طالب الحكومة بإخراج هذه القوات من العراق، وما على رئيس الحكومة الحالي طبعا محمد الشيع السوداني إلا تنفيذ هذا القرار. لكن إذا عدنا طبعا إلى الجولة التي سبقت هذه الجولة من الحوار بين التحالف الدولي والجانب العراقي والتي حضرها طبعا معظمهم قادة عسكريون وخبراء في هذا المجال من الجانبين، بحثا طبعا مسألة إمكانية العراق في التعامل مع المخاطر الإرهابية وتحديدا داعش. العراق قدم مجموعة من التقارير للتحالف الدولي ليثبت أنه قادر على التعامل مع أي مخاطر. بالتالي الجلسات الأخرى عليها أن تناقش أيضا قضايا لها علاقة بمسألة جدولة
انسحاب هذه القوات ووضع جدول زمني محدد، وهذه النقطة إلى الآن لم يصلها الجانبان، هل سيصلونها أو يناقشونها طبعا خلال الجلسة المقبلة من جولات الحوار، أم أنها ستؤجل إلى جولات لاحقة، لأن هناك الكثير من القضايا التي سيتم طبعا مناقشتها، وصولا طبعا إلى مستوى التعاون بين الطرفين، مستوى تمثيل التحالف الدولي، هل سيبقى هناك ممثلون، هل يحتاج العراق إلى مستشارين من قبل التحالف الدولي، كل هذه المسائل الفنية العسكرية الأمنية سيجري النقاش بشأنها، لكنهم لم يصلا إلى النقطة التي تضع جدولا زمنيا بموجبه تعلن قوات التحالف انسحابها طبعا من العراق. منتظر، دائما أذكر بأن السوداني في حديثه للحدث منذ أيام قال له لا تواصل بين واشنطن وبغداد الآن، ولكن فؤاد حسين بعد يوم واحد وزير الخارجية كان يقول أنه أجرى مكالمة هاتفية مع بلينكن وتحدث بالتأكيد حول هذه التطورات. دائما فيما يتعلق بمسألة وجود التحالف الدولي في العراق، ذكرت مسألة مجلس النواب العراقي الذي يناقش هذه النقطة وسيناقش السيادة العراقية وتهديدات على السيادة العراقية. بحسب ما تعرفه منتظر، جلسة كهذه ما أقصى ما ينتظر منها؟ يعني هي ستناقش طبعا ما جرى من عمليات أمريكية استهدفت سواء في المرحلة الماضية قياديا في حركة النجباء، ومن ثم طبعا قصف بعض المواقع التابعة للحاشد على الحدود مع سوريا، وصولا إلى مقتل القيادي في حزب الله طبعا الساعدي أمس. لكن ما الذي يمنع الولايات المتحدة طبعا من سحب قواتها بأسرع وقت من العراق؟ هذا الأمر معقد بالنسبة للولايات المتحدة، هي تريد أن تحتفظ طبعا بقواعد عسكرية على الحدود مع سوريا، لديها قواعد على الحدود السورية الأردنية، ولديها أيضا قواعد في الشرق السوري وأكثر من قاعدة. بالتالي إذا خرجت قوات التحالف الدولي من العراق أو سحبت قواتها من العراق، لن يكون بإمكانها الاحتفاظ بالقواعد الأخرى داخل الأراضي السورية المهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وعليه لا يمكن الحديث عن فترة زمنية قريبة يمكن للولايات المتحدة أن تعد العراق بأنها ستسحب قوات التحالف الدولي، لأنها أيضا لديها ذريعة بأن الإرهاب ما يزال في سوريا، هناك مخاطر حتى بوجود قوات سوريا الديمقراطية التي لديها سجون وأيضا لديها مخيمات تضم عائلات داعش. إذن الأمر معقد جدا وصعب، ولا يمكن جدولة هذا الانسحاب في وقت قريب. دائما نتابع معك ومع شبكة مراسلين هذا الملف المهم، وبالتأكيد هناك الكثير من التطورات المتصاعدة فيما يتعلق بالملف العراقي والتحالف الدولي. من بغداد العاصمة العراقية كنت معنا مراسل الحدث منتظر رشيد، شكرا. قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن بغداد وواشنطن ستستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف الذي تقوده واشنطن في العراق الأحد المقبل. هذا وكان رسول أصدر بيانا قال فيه إن الضربات الأمريكية المتكررة على الفصائل المسلحة تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد. وأضاف رسول أن التحالف تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع، كما اعتبر أن الضربات الأمريكية تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية. تكرر القوات الأمريكية وبصورة غير مسؤولة ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد بطريقة لا تكترث الحياة المدنيين والقوانين الدولية، وهي بذلك تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية وتستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء شعبنا. والأخطر من ذلك فإن التحالف الدولي يتجاوز تماما الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها على أرضنا. إن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع. ولا يسع قواتنا المسلحة إلا أن تطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين
وأرض العراق من كل التهديدات. ومن واشنطن ينضم إلينا سكوت ألانجر الضابط المتقاعد في الاستخبارات الأمريكية، ومن أربيل اللواء ماجد القيس المحلل العسكري والأمني، أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من سيادة اللواء ضيفنا من أربيل. سيادة اللواء ماجد، لنبدأ من هذا التطور الأخير، يوم الأحد المقبل ستستأنف المفاوضات بين الجانبين العراقي والأمريكي حول مستقبل التحالف الدولي في العراق، هل هناك أي جديد هذه المرة يمكن أن يؤدي إلى تفاهم، إلى موعد مرتقب وقريب لخروج التحالف، خاصة مع ضغوط داخلية من قبل الفصائل ومجلس النواب وحتى الإطار التنسيقي؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة اللجنة المشتركة العليا ما بين واشنطن وبغداد هي تناقش ثلاثة أمور: تقييم التهديدات التنظيمات الإرهابية مثل داعش، القدرات التشغيلية للقوات العراقية، والعلاقة ما بين واشنطن وبغداد، يعني تتحول المهمة إلى علاقة ثنائية. أعتقد هذه ثلاثة أهداف وضعت لهذه اللجان التي سوف تجتمع الأحد المقبل حسب بيان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة. لكن هذه المفاوضات يعني يسودها أجواء توتر، وكانت هناك اتصالات شبه مقطوعة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، وهذا ما صرح به رئيس الحكومة بأنه لا تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن وزير الخارجية استبق الموضوع خلال زيارة بلينكين إلى المنطقة واتصل بها، وأعتقد هذه الجلسات التي ستعقد الأحد المقبل بناء على تفاهمات ما بين الطرفين. الغاية من هذه الجلسة وفي هذا التوقيت وفي تصعيد خطير جدا وفي ظل وجود عمليات للولايات المتحدة الأمريكية باستهداف قيادات داخل بغداد وفي العراق، هو لتخفيف التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين العراق. لكن هذه المفاوضات ستكون شاقة وصعبة وطويلة، والسبب في ذلك هناك اختلافات كثيرة في الرؤية ما بين العراق وما بين الولايات المتحدة الأمريكية حول تموضع التحالف الدولي بالقوات الأمريكية. العراق يطالب بجدول الانسحاب، الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المتحدثة باسم البنتاغون قبل فترة قالت هذه المفاوضات ليست مفاوضات انسحاب. نعم، هو ليس تفاوض للانسحاب. إذن سيد سكوت، يقول المسؤولون الأمنيون والسياسيون في العراق اليوم إن وجود التحالف الدولي ضد داعش في العراق واستمرار وجوده هو سبب رئيسي لهذه الضربات ولتهديد الأمن في العراق، الضربات بين واشنطن وبين هذه الفصائل العراقية. هل هذا مبرر سيقنع واشنطن أن تتفاوض هذه المرة على الخروج، خروج قوات التحالف من العراق؟ نعم. على ما أعتقد ثمة خلل تقني، كما سوف تدفع إلى مزيد من التوتر بالنسبة للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة. وأحسب أن الولايات المتحدة ورغم ما قاله البنتاغون مستعدة لمناقشة هذا الأمر، وبكل تأكيد الشعب الأمريكي سوف يدعم فكرة انسحاب القوات العراقية من العراق، لأن مهمة داعش في معظمها قد أنجزت. وهذا يجعلني أتفهم بأن رئيس الوزراء السوداني كان قد يتعرض لضغوط كبيرة جراء هذا الأمر، لذا قد يكون هناك نوع من التخطيط حول مسألة الانسحاب في الأسبوع المقبل، يوم الأحد المقبل حينما يلتقيان في هذا التفاوض. السيد ماجد، سيادة اللواء، الأمور متطورة كثيرا عسكريا على الأرض العراقية. الاغتيال الأخير للباقري كان أمس، وقالت واشنطن أنه واحد ممن شاركوا في استهداف المصالح الأمريكية في العراق. كان هذا الأمر لافت، الولايات المتحدة الأمريكية إذن تعرف هوية من استهدفوا هذه المصالح الأمريكية، تملك هذه القائمة. هل لديك أي تفسير حول
كيف حصلت على هذه القائمة وإن كانت أوصلتها للجانب العراقي أو ربما هي وصلتها عن طريق العراق؟ الحقيقة التكنولوجيا سيدة سارة، التكنولوجيا سهلت الكثير لمثل هكذا عمليات وخصوصا الاغتيالات. هناك من تكلم عن اختراق في الداخل، ولكن ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من تكنولوجيا عالية المستوى وفائقة جدا، بحيث تستطيع يعني استهداف شخصيات. ولكن سيدة اللواء لا نقصد الاستهداف فقط هذه المرة، عذرني على المقاطعة، لا نقصد فقط استهداف الأمريكيين لهذه الشخصيات، وبالتأكيد التكنولوجيا العالية تسهل هكذا ضربات، ولكن نقصد بأنها واشنطن لديها قائمة من يضربون المصالح الأمريكية، هل قدمت لها من العراق أم على العكس هي من قدمتها للجانب العراقي، قائمة شخصيات متورطة في تهديد المصالح؟ الحقيقة لا توجد معلومات عن هذه المواضيع، يعني نعم. هذه الأمور حقيقة طي الكتمان وطي السرية، ومن الصعوبة جدا تحديد من قدم القائمة للآخر. ولكن أوستن تكلم قبل حوالي 5 أو 6 أيام في مؤتمر صحفي، وقال إن الخطة هي تتضمن من شقين يعني متعددة وعلى مراحل، والشق الاستراتيجي حقيقة هو يستهدف بنية تحتية ويستهدف شخصيات قيادية في المنطقة، وبالتالي هو أعلم بأنه سوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف الشخصيات التي في اعتقاد واشنطن أنها تقف خلف الضربات التي طالت قواتها سواء في سوريا سواء في العراق. وبالتالي يعني من الصعوبة جدا يعني الذهاب ومعرفة هل واشنطن قدمت قائمة أو بغداد قدمت قائمة لواشنطن، صعوبة جدا لأن هذه الأمور وخصوصا في مسألة العمليات ضد الشخصيات وعمليات اغتيالات، هذه يعني مواضيع يعني عالية السرية، ومن الصعوبة جدا يعني الوصول إلى هكذا يعني معلومات. أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية باستهدافها القيادات هي تنوي لإيجاد فراغ، وهذه التراكمات من الضربات سوف تولد فراغ عملياتي، وبالتالي هي ذهبت باتجاه استهداف قيادات سواء كان من النجباء قبل فترة، ويوم أمس استهدفت أحد قيادات كتائب حزب الله العراقي وهو أيضا عنصر بارز وقيادي بارز في الحشد الشعبي. وبالتالي هي تنوي استهداف هذه القيادات لإيجاد فراغ ومن ثم خلل في القيادة لهذه الفصائل المسلحة. هذه الاستراتيجية تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تتبعها إسرائيل. لو نظرنا إلى ما يجري في جنوب لبنان وما يجري في العراق، هي تستهدف إسرائيل القيادات من حزب الله اللبناني، والولايات المتحدة الأمريكية تستهدف قيادات من كتائب أو من فصائل مسلحة تضرب القوات الأمريكية سواء في العراق أو سواء في سوريا. نعم سيد سكوت، لماذا لم تفكر واشنطن هذه المرة باعتماد أسلوب مختلف مغاير ما دامت تملك قائمة المتورطين في تهديد المصالح الأمريكية؟ كان من الممكن أن تتعاون مع الجانب العراقي لمعاقبة هؤلاء، أن تطلب تعاونا ما، هل كان ذلك ممكنا؟ أعتقد أن هذا الأمر لم يكن خيارا لدى واشنطن، لكن في لدى الحكومة العراقية ندرك حجم الدعم الكبير للميليشيات الشيعية الموجودة في البلاد، وأي معلومات يمكن أن تحصل عليها الولايات المتحدة عبر الوكالات الاستخباراتية أو الوكالات أو عبر الوسائل الإلكترونية الهواتف وغيرها، لذا فإنها لن تكون متحمسة لمشاطرتها مع العراق لأنها تتفهم نعم
أن هذا قد يفضي إلى معرفة أماكن الإرهابيين. الولايات المتحدة تجمع المعلومات الاستخباراتية وتحتفظ بها بصورة سرية لأنها لا تثق مجموعة من الأعضاء الموجودين في الحكومة العراقية. ولكن سيد سكوت السوداني رئيس الوزراء فؤاد حسين وزير الخارجية أبلغ مسؤولين أمريكيين بأنهم يتباحثون أو في حوار الآن مع الفصائل العراقية للتهدئة، وبالفعل أول النتائج كان إعلان حزب الله العراقي هدنة. لماذا لم تمنح واشنطن الحكومة العراقية فرصة العمل أكثر بطريقة دبلوماسية ربما؟ نعم هذا صحيح، أنه في عقاب الهجوم ومقتل 3 جنود أمريكيين فالكتائب قالوا بأنهم سوف يمتنعون عن شن هجمات إضافية، لكن لسوء الطالع هذا الأمر كان من قبيل المقاربة الدبلوماسية التي يجب عليهم تبنيها قبل أن يقوموا بتنفيذ ما يزيد عن مئات الضربات على قواعد أمريكية. وقد يكون ذلك الحوار قد وصل متأخرا بعد قتل 3 أمريكيين، وكان هناك مطالبة من الشعب الأمريكي ضد تلك الميليشيات. لذا من الممكن الآن، لكنه من المناسب أن نشير بأن قيادة كتائب حزب الله بعد أن قتل البعض منها، فلعل الأمر قد يهدئ الأمور قليلا، ومن المحتمل أن الولايات المتحدة كانت قد احتوت المشكلة. لكنني متأكد أن هذه قد تكون والمواضيع الأساسية للنقاشات في الأسبوع المقبل، وأنا متأكد بأن رئيس الوزراء السوداني سوف يعمل بصورة لصيقة مع الولايات المتحدة للتحقق من أن المنطقة سوف تكون أكثر هدوءا في عقاب تلك الهجمات. عن سؤالي الأخير لسيادة اللواء، الأرجي يقول أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع استهداف الأمريكيين لهذه الأهداف العراقية، آخر هذه الأهداف الباقري، ما عدا الحوار ما الإجراءات المحتمل أن تتخذ من العراق؟ للحقيقة العراق يعني الإجراءات التي سوف يتخذها إجراءات سياسية مطالبة بخروج القوات التحالف وعلى رأسها القوات الأمريكية. البرلمان مصمم على ذلك وحتى الحكومة مصممة على ذلك، يعني جميع أغلب الكتل السياسية المتصدية للعملية السياسية، لا أقول جميعها وإنما أغلبها، تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق. وكان هناك تصريح لافت لقناتكم من قبل رئيس الحكومة بأن القوات العراقية هي اليوم قادرة على مواجهة الإرهاب، وهذه رسائل إلى واشنطن بأن القوات العراقية ذو جهوزية عالية وقادرة على مواجهة الإرهاب والتحول إلى علاقة ثنائية أمنية وأخرى اقتصادية وسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وطويلة الأمد ومستدامة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة التي تتحكم بها العقلية الأمنية التي تتحكم في المنطقة، هذه العقلية الأمنية تتحكم في المنطقة على حساب المسارات الدبلوماسية والسياسية مقلقة جدا، ولهذا التصعيد يعني أيضا خطير جدا، يعني من باب أنه هي لا تريد توسيع الصراع في على غرار يعني ما حدث في غزة وحرب إسرائيل على غزة، ومن باب هي تستخدم المقاربة الأمنية والعسكرية، وهذه منطقة يعني فيها عوامل من الانفجار ما يكفي. والدليل في ذلك يعني حرب غزة فجرت الأوضاع في العراق وفي اليمن، وصولا إلى لبنان بالتأكيد، شكرا. 22 فجر الأوضاع. نعم طبعا وصولا إلى وحتى سوريا. شكرا جزيلا من أربيل، كنت معنا اللواء ماجد القيس المحلل العسكري والأمني، ومن واشنطن سكوت أولينجر الضابط المتقاعد في الاستخبارات الأمريكية. شكرا. الأخبار الليلة مستمرة فيها بعد الفاصل. رئيس الوزراء اليمني يؤدي اليمين الدستورية، والعليم يؤكد على أولوية معالجة الملف الاقتصادي.
ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل؟ أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكاية. إحنا اليوم في نكبة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أولوية معالجة الملف الاقتصادي، وعلى التركيز على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات. جاء ذلك خلال تأدية رئيس الوزراء الجديد أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي، والذي حث الحكومة على انتظام عملها في الداخل اليمني والعمل بروح الفريق الواحد وحشد الإمكانات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة المواطنين. أتمنى من الحكومة أن تفعل جهاز الرقابة والمحاسبة داخل المحافظات اليمنية المحررة، وأن تنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اليمن واليمنيين، وأن تجمع إرادة الدولة إلى البنك المركزي اليمني. يعني بعض المحافظات تقوم بجمع الإيرادات إلى البنك المركزي، ومحافظات أخرى ليس لها أي رقابة، يعني ليس للدولة أي رقابة عليها أو سلطة. تحسين الأوضاع الاقتصادية السياسية والثقافية، وكمان تحسين الكوادر العلمية اليمنية. قبل أي قرار لابد أنه يكون في توحيد للبنك المركزي من أجل توحيد العملة اليمنية. يجب على الحكومة توفير العملة الأجنبية من مصادرها، وأول مصدر أو المصدر الرئيسي لها اللي هو إعادة تصدير المشتقات النفطية والنفط الخام. تعزيز الخطوات السابقة التي والاتفاقات التي كانت قد تمت بين القوى السياسية والمكونات الوطنية فيما يتعلق بالجانب السياسي وبالجانب الميداني في وحدة التشكيلات العسكرية وتشكيل غرفة عمليات موحدة، بالإضافة إلى تعزيز المسار السياسي. بن مبارك خلفا لعبد الملك في قيادة الحكومة، تغيير استدعت الضرورة لترتيب بيت مكونات الشرعية المناهضة لميليشيا الحوثي، فالمغادر لم يكن مغضوبا عليه، والوافد الجديد لم يكن غريبا عن بيت القيادة، فلهذا السبب كان بن مبارك محط توافق. ما عزز حظوظ بن مبارك في منصبه الجديد أنه يتكئ على إرث في الوظيفة العامة بدأه كأمين عام لمؤتمر الحوار الوطني عام 2012، كما أن له خبرة في شؤون الرئاسة والدبلوماسية، فالرجل كان مديرا لمكتب الرئاسة وتولى أيضا منصب سفير لليمن في واشنطن. هي ميزة يحوزها بن مبارك، ما يسهل التواصل مع واشنطن ويعطيه امتيازا إضافيا لفتح مسارات أكثر فاعلية في العملية السياسية في اليمن. في رصيد بن مبارك سمة أخرى،
هو راديكالي تجاه الحوثيين. هذا ما قد يساعد واشنطن للتنسيق معه فيما يخص الوضع في البحر الأحمر، وربما يحدث تغييرا في الوضع العسكري في اليمن. ثمة معطى آخر سهل التوافق لتعيين بن مبارك رئيسا للحكومة باعتباره شخصية جنوبية، بغية إعادة التوازن الجغرافي إلى الموقع القيادي الأول لمؤسسات الشرعية. فمسألة التوازن هذه حسب مراقبين غالبا ما كانت مثار جدل داخل مكونات الشرعية، إذ غلب الانتماء إلى شمال اليمن على شاغل المناصب القيادية. ويبدو أن مجلس القيادة الرئاسية تعامل مع التغيير الحكومي بحذر شديد لصعوبة بناء توافقات على استقدام وجوه جديدة إلى الحكومة. لهذا بات واضحا أن القيادة اليمنية لا تميل في الوقت الراهن لإعادة النظر في التشكيلة الوزارية بشكل كامل، غير أنها بلا شك ستستقدم شخصا من خارجها لشغل حقيبة الخارجية. وأمام بن مبارك تحديات أبرزها تحسين الوضع الداخلي لا سيما الاقتصادي، وتفعيل مؤسسات الحكومة في الداخل لتجاوز حالة العجز. من القاهرة ينضم إلينا لمناقشة هذا الملف عبد الكريم المدي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني. السيد عبد الحكيم، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. سيد عبد الحكيم، إذن هو تغيير مهم، هو ليس غريبا عن المشهد السياسي، بن مبارك ليس غريبا عن المشهد السياسي اليمني، ولكن قدومه لديه له هذا القدوم الكثير من الدلالات السياسية. في البداية، ما الذي قد يكون من بين أولويات بن مبارك في المرحلة المقبلة وهو رئيس للحكومة اليوم؟ تحية لك والمشاهد الكريم. أهلا بك. أنا أتصور بأنه أحمد عوض بن مبارك جاء بعد موجة عالية جدا من المطالبات بإحداث تغيير فعلي وحقيقي فيما يتعلق بالحكومة التنفيذية التي يرتبط عملها بالجانب الاقتصادي والجانب التنموي والجانب الإنساني والجانب السياسي وحتى الجانب العسكري. كان هناك مطالبات كثيرة جدا، اليوم تحقق هذا المطلب وهو أنه أحدث تغيير. وأنا في هذا السياق لا أقول على أو أقلل من شأن الدكتور معين عبد الملك، لكن أعتقد كان هناك مطالبات كثيرة جدا، واليوم يعني حدث هذا التغيير، والتغيير هو سنة الحياة، ومن لا يغير لا يتجدد حقيقة الأمر. أعتقد بأنه أهم وأبرز الأولويات التي يمكن أن تلقى على عاتق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مثل ما تفضلتم في التقرير بأنه صاحب تجربة عالية جدا، رغم صغر سنه لكنه كان يعني متواجد حقيقة في الدولة. أعتقد على أن الجانب الاقتصادي من أهم الركائز الأساسية التي يمكن أن يتكئ عليها رئيس حكومة أو مسؤول اقتصادي في هذا الظرف تحديدا الذي تعيشه اليمن، يعني خاصة بعد أن أرهبت ميليشيا الحوثية وقطعت تصدير النفط. نعم. من ميناء ضبة وحتى من الآبار الأخرى. ولذلك أنا أتصور بأنه ترتبط مهمة أحمد عوض بن مبارك بمسألة أنه توحيد الجهود وتنسيق الجهود ما بين مختلف المكونات السياسية اليمنية. وأتصور في هذا السياق بأنه المؤتمر الشعبي العام الإصلاح الاشتراكي، ولا ننسى هنا في هذا السياق وتقريبا هي إحدى أهم الروافق أيضا، وهي المقاومة الوطنية، القوات المشتركة، قوات العمالقة، القوات التي تتبع أيضا المجلس الانتقالي. أنا أعتقد بأنه رئيس مجلس الوزراء اليوم عنده ملفات كثيرة جدا، وهذه الملفات هي من الأولويات التي يمكن أن تدفع باتجاه يعني دفع آفاق جديدة للشعب اليمني وبعث الأمل في نفس الشعب اليمني أو المواطن اليمني. نعم. الذي بالفعل أصيب في فترات سابقة بكثير من الإحباط، لكن الأمل لا يموت طالما حينما نذكر تمرض ولكنها لا تموت. السيد عبد الكريم، حينما تذكر بأن بن مبارك كان سفيرا في واشنطن، ويقال دائما أنه من بين الأصوات الراديكالية ضد الحوثيين، هل هذا يعطيه ميزة إضافية لسهولة التعامل مع الأمريكيين في ملف البحر الأحمر تحديدا؟ أحييك على هذا السؤال. في الواقع أنا أتذكر وأنا في العاصمة صنعاء في العام 2014 بأنه كان أول شخص اختطفته ميليشيات الحوثية كان أحمد عوض بن مبارك بعد خروجه من في شارع الستين
أو في شارع الأربعين، اختطفته ميليشيات الحوثية واختطفت معه وثائق، لأنه كان بالفعل عنده رؤية معينة بأنه اليمن تتفق والمكونات السياسية تتفق والشعب اليمني يتفق على أنهم على طاولة واحدة وعلى منصة واحدة وعلى أن الأرض للجميع والدين لله سبحانه وتعالى. لكن ميليشية الحوثية اختطفت أحمد عوض بن مبارك، ولذلك أنا أعتقد بأنه الدكتور أحمد عوض بن مبارك تعلق عليها الكثير من الآمال حقيقة. لأنه أنا لو سألتيني كمواطن يمني، أنا كمواطن يمني بالدرجة الأولى، أقول لك قسما أنه لو كانت الشرعية آخر قشة في بحر من الظلمات يمكن أن أسبح عليها وأصل إلى الشاطئ سألني سأتمسك بالشرعية. الشرعية اليوم متمثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشيد العالمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي السبعة، وكذلك رئاسة الحكومة المتمثلة اليوم بالدكتور أحمد عوض بن مبارك. ولذلك أنا أعتقد بأنه ديناميكية الحكومة وحيوية الحكومة وأدوات الحكومة قادرة على أنها يعني تجعل الشعب اليمني ينبعث من بداياته ويقاوم هذا الوضع الذي ينشأه، الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، وسينجو بإذن الله تعالى. ومبروك للحكومة الجديدة أو رئيس الحكومة الجديد، ونتمنى أن نرى القادم والمستقبل أفضل. شكرا جزيلا لك من القاهرة العاصمة المصرية، كنت معنا عبد الكريم المدي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، شكرا. أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات الليلة الماضية على مواقع للحوثيين وصواريخ مضادة للسفن كانت معدة لمهاجمة سفن في البحر الأحمر. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمات إغاثية عاملة في اليمن من أن ارتفاع تكاليف الشحن وأن تأخير عمليات التسليم جراء التصعيد العسكري في البحر الأحمر مسألتان تهددان بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. هجمات الحوثيين في البحر الأحمر انتقلت أضرارها إلى أفواه اليمنيين الذين يعانون ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قال إنه يلمس بالفعل الآثار المترتبة عن التصعيد. قالت الوكالة الأممية في تقرير صدر الأسبوع الحالي إنه مع استمرار تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر يواجه برنامج الأغذية العالمي زيادة في تكاليف الشحن بالإضافة إلى تأخيرات محتملة في التسليم، وأنه من المتوقع أن يتدهور وضع الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، محذرا من أن اليمن الذي يعاني من تبعات الحرب يعتمد على الواردات في 90% من احتياجاته الغذائية. تؤثر هذه الهجمات أي هجمات الحوثيين على الملاحة وتسببت بارتفاع كلفة التأمين لشركات الشحن، ما أجبر كثيرين إلى تجنب هذا الطريق الحيوي الذي تمر عبره نحو 12% من التجارة البحرية العالمية. بحسب صندوق النقد الدولي تراجعت إذن حركة المرور في البحر الأحمر بالفعل بنسبة 30% على الأقل هذا العام نتيجة لهذه الهجمات. من جهة أخرى قالت لجنة الإنقاذ الدولية وهي منظمة إغاثة أخرى تعمل في اليمن، قالت إنها تشهد بالفعل تأخيرات في شحنات السلع المنقذة للحياة بما في ذلك الأدوية بسبب هذا التصعيد العسكري، وأن الوضع بدأ يشهد ارتفاعا في التضخم وزيادة في أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية مثل الغذاء والوقود. واعتبرت المنظمة أنه إذا ما تصاعد الوضع في البحر الأحمر فقد تتأثر قدرة المنظمات أو المنظمات الإنسانية مثل لجنة الإنقاذ الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية. من باريس ينضم إلينا الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية حسان القبي. السيد حسان أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن تبعات اقتصادية لما يجري الآن في البحر الأحمر ووصلت إلى تهديد الأمن الغذائي وتهديد المستوى المعيشي للشعب اليمني، نريد أن نفهم معك حجم وخطورة استمرار هذه التهديدات الحوثية للملاحة الدولية. نعم،
نعم، بعد تحية سيدتي الكريمة من خلالك لكل فريق الحدث وعموم المشاهدين. يعرف الجميع ماذا يحدث في البحر الأحمر ومسار التجارة العالمي، حيث أن كما تفضلت مشكورة حقيقة 12% وحتى أكثر من التجارة العالمية تمر من البحر الأحمر نحو يعني متوسط من المضيق المصري، قلت أكثر من 12% من التجارة العالمية. ولكن الانعكاسات مما يحدثه ميليشيا الحوثي في المعابر الدولية، وهي معابر محمية عبر قناة السويس، نعم، وهي معابر محمية بالمعاهدات الدولية كما يعرف الجميع، تأثيرها ليس فقط على التجارة العالمية، ولكن يبدو أن الارتدادات سوف تنعكس على الشعب اليمني. كما تفضلت العديد من المنظمات، ولكن في المجموع 26 منظمة إغاثة دولية تعمل في اليمن أصدرت بيانا مشتركا حذرت فيه بتأثير ما يجري في البحر الأحمر على الأمن الغذائي للشعب اليمني، علما أن اليوم هنالك ممكن المعونات التي تدخل عن طريق العديد كما قلت 26 منظمة دولية تعمل هناك توفر لقرابة تقريبا أكثر من نصف الشعب اليمني، أكثر من 17 مليون، علما كذلك أن 90% من الواردات التي تدخل اليمن، المحوجات الغذائية لليمن، تدخل عن طريق هذه المنظمات، لأن الكل يعرف الاقتصاد اليمني تقريبا شبه منهار، واليمن بلد يعيش على المساعدات الإنسانية، على رأسهم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وكذلك الصليب الأحمر. لذلك مواصلة هذا العبث في المعابر الدولية لن يمس التجارة العالمية فقط، التجارة العالمية تأثرت ورأينا حتى ارتفاع كما تفضلتي في سعر الشحن، هذا إن كانت هناك شركات شحن تقبل أصلا الاقتراب من ذلك المكان. ثم بوليسات التأمين ارتفعت، نسبة الوقود ارتفع، وحتى أخذ الطريق الثانوي ورأس الرجاء الصالح مرورا بجنوب أفريقيا ثم الأطلسي والدخول من مضيق طارق نحو المتوسط، التكلفة سوف تكون عالية وعالية جدا. ولكن التركيز ممكن في هذه الفقرة هو على انعكاسات على الشعب اليمني، دعني أقول أن حتى ولكن بعيدا قليلا عن الشعب اليمني سيد حسن، منظمة الإغاثة الدولية هو حتى مستوى النمو، نعم أعذرني على المقاطعة هنا، ولكن بعيدا قليلا عن الشعب اليمني، متى يمكن القول أنه حتى بعيدا عن اليمن ثمة تبعات خطيرة لتهديد الحوثيين للملاحة الدولية، متى يمكن القول أن العالم والاقتصاد العالمي المتأثر؟ نعم، يعني الوضع في العالم وضع حساس وحساس جدا. دعنا نبدأ منذ أزمة كوفيد، والكل يعرف ماذا حدث في سلاسل الإمدادات، ثم جاءت فيما بعد العملية الروسية في أوكرانيا ومسألة إمدادات أوروبا بالطاقة، ثم كذلك ما يعبر يوميا من الطاقة من تلك المنطقة ليس بالهين، 10 مليون برميل تقريبا يوميا. يعني اليوم الاقتصاد العالمي مهدد بالتضخم، ومشكلة التضخم أصبحت يعني حقيقة يعني سلاح ذو حدين وموجع بدرجة مضافة بحكم أن اليوم التنافسية مثلا هنا في أوروبا، حتى رأينا احتجاجات في كل أوروبا، التنافسية الأوروبية بحكم ما يجري في أوكرانيا مهدة، ورأينا حتى اليوم ممكن تعطل امدادات الطاقة سوف يعمق أزمة حتى الأوروبيين. يعني المسألة دقيقة ودقيقة جدا، والعالم يترنى حقيقة على شفا حفرة. حقيقة لا أريد أن أتحدث، وربما رجل مثل ترامب حدث قال العالم تقريبا على أبواب حرب عالمية، فلا أريد أن أكون متشائم، ولكن الباحث في الاقتصاد السياسي حسن عقبي شكرا جزيلا لك، هي مسألة شكرا والأخبار لا انتهت، السلام عليكم.